ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العمومي لكرة السلة والتي احتضنتها صالة نادي الساحل، كان الظهور الأول لفريق العربي في المسابقة أمام منافسه اليرموك، حيث نجح الأخضر بفضل خبرة لاعبيه بتحقيق فوز صعب بنتيجة نهائية قوامها 69 نقطة مقابل 59. وفي مواجهة أخرى تمكن الشباب من تحقيق فوز مستحق على النصر بعد مباراة متكافئة بنتيجة 74 مقابل 71. مباراة قوية وأداء رائع ورجولي، توجنا بالفوز وبنتيجة حلوة إن شاء الله. كان عندنا معسكر بتركيا لمدة أسبوعين، وهذه أول ثمار للمعسكر وأول فوز بالبطولة أو بالدوري، وإن شاء الله بإذن الله نصعد دور الستة، وبعد دور الستة إن شاء الله المربع الذهبي بإذن الله. المباراة كانت وايد وايد قوية، كان مجريات ماشيين، إحنا يعني ماسكين الجيم من البداية، ماشيين فرق 10 وليك كوارتة الثاني ثالث قايبونا، بس المشكلة إنه قاعد يصير دروب بالدفاع بالخطط اللعب فقايبونا هم. منافسات دوري كرة السلة مستمرة وتحمل المزيد من الإثارة في الجولات المقبلة. عادل عنزي لتلفزيون دولة الكويت.